دعنا نتكلم عن الطريق واضح ان في مشكله عند سيادتك في الصوت او في النت يعني، انما الامور على ما اعتقد ان احنا متابعين مع حضرتك وما فيش اي معوقات على ما اعتقد فنيه وبتتحل بسرعه. طب معلش سياده السفير، سياده السفير حازم حنفي في بنما. اهلا وسهلا بحضرتك سياده المستشار. اولا نحب نوجه الشكر لحضراتكم على كل التعاون والمسانده اللي تم توجيهها للبعثه ما قبل الانتخابات وخلال وقت الانتخابات. امبارح طبعا تم بدء العمليه الانتخابيه وتم بكل يسر وسهوله من 9 صباحا ل 9 مساء التزاما بكل القواعد والاجراءات، وشهدت اقبال طبعا التصويت اعضاء السفاره والمواطنين. ودي نفس اليوم النهارده برضه ماشيين بنفس الاجراءات، والحمد لله لا توجد اي معوقات ويتم الاجراءات والانتخابات بكل يسر وسهوله. تمام يا فندم، شكرا جزيلا سياده السفير حازم. سياده السفير ماهر المهدي في سانتياغو. سياده السفير ماهر المهدي. سياده السفير وائل النجار في البرتغال. اهلا يا فندم سياده المستشار، انا بحيي حضرتك وكل اعضاء اللجنه العليا للانتخابات على المجهود والمسانده اللي احنا بنلاقيها من حضراتكم. احنا بالنسبه لنا في اليوم الاول والثاني انتظم العمليه الانتخابيه وفقا للاجراءات المبلغه لينا، وكان في يمكن حاله او اثنين كانوا محتاجين الدعم من حضراتكم حل مشاكلهم وهو ما تم، ومفيش اي معوقات خالص امام العمليه الانتخابيه وتجري بسلاسه وهدوء. مع الشكر، شكرا جزيلا لحضرتك وبالتوفيق. سياده السفير شريف الطاهر في كوت ديفوار. مساء الخير يا فندم، تحياتي لحضرتك وزملائي كل المصريين في الخارج وجمهور الشعب المصري. احب اوجه شكري لفريق الدعم الحقيقه في لعبه وطنيه الانتخابات ولساهم بشكل كبير في تسيير العمليه الانتخابيه. فيما يتعلق باللجنه الانتخابيه في كتب قراء ابيجان، السفاره في ابيجان، الحقيقه اللجنه الانتخابيه فتحت ابوابها منذ امس الساعه 9 صباحا وحتى 9 مساء، وشهدت اقبال الحقيقه امبارح لا باس به من المواطنين المصريين من كل الدفاع، خاصه وانه الجمعه زي ما حضرتك عارف ويوم عمل في الدوله، الا ان احنا لمسنا حرص من المواطنين على الادلاء باصواتهم وتزايد الاعداد الحقيقه في الفتره المسائيه. اليوم الثاني تواصل اللجنه الحقيقه استقبال المصريين للاداء باصواتهم منذ 9 مساء، الاعداد اليوم الحقيقه اكثر بكثير من امس، خاصه انه في مواطنين جم من مدن ثانيه. احب اكد ان العمليه الانتخابيه بتسير بيسر ومفيش اي مشاكل تم رصدها، وحضراتكم بتحلوا اي مشكله بتظهر على مدار 24 ساعه، واحنا على تواصل مع ابناء الجد وبكرر الشكر لحضراتكم. شكرا موصول لحضرتك وبالتوفيق ان شاء الله. سياده السفير، سياده السفير حسن النشار في غينيا. بشكر التوفيق ده واللجنه العليا للانتخابات. الانتخابات عندنا ماشيه كويس، بدانا امبارح 9 صباحا 9 مساء واستكملنا اليوم من 9 صباحا برضه ولا زلنا شغالين. في ناس جال يعني ما فيش اي معوقات والجالي عماله تيجي تباعا واحد من ضد الاخر والدنيا بتيجي بسلاسه وما فيش اي مشكله هذه اللحظه. مع الشكر الجزيل لحضرتك فندم، شكرا. سياده السفيره منال هانم عبدايم في ميلانو. مساء الخير، ازيك يا سياده المستشار، وبشكرك وبشكر كل اللي بيقدموا لنا الدعم الفني، وبوجه تحياتي لكل زمايلي اللي انا بقالي كتير قوي ما شفتهمش واللي شايفاهم دلوقتي على الزوم. واقدر اقول لك ان الحمد لله ما عندناش اي معوقات، وان المصريين هنا الحمد لله ربنا يبارك فيهم وهم كتير. الحمد لله. فامبارح النهارده ابتدت الاتوبيسات تجي لنا من كل الاقاليم اللي حوالينا، زي ما انت عارف احنا حوالي 10 في شمال ايطاليا. تمام. فالحمد لله احنا سلاسه وعندنا تسهيل في موضوع صوره البطاقه، لكن عندنا بس مشكله وحيده هي الناس اللي جواز السفر اكسبايرد وما عندهمش صوره البطاقه. ايوه. دول بنحاول نساعدهم لكن مش كلهم بنقدر ناخدهم، طبعا في الامر ان احنا نشيل الباب
هو عامة يا فندم زي ما احنا اتكلمنا مع حضراتكم، لو حتى البطاقة الرقم القومي منتهية بنمكنه. في أي إجراء حضرتك عايزاه احنا مع حضرتك اتصال مباشر هنيسر الأمور ومع حضرتك إن شاء الله. بشكر حضرتك جدا وبالتوفيق. بشكرك. اتفضل يا فندم. شكرا. بوجه الشكر لحضرتك وسيادة المستشار أحمد البقري. سيادة السفير شريف رفعت في سيراليون. أحب أحيي حضرتك واللجنة الوطنية للانتخابات، الحقيقة يعني يقدمونا كل الدعم ومشكوركم جدا، وبحب أحيي السادة السفراء في الخارج. الحقيقة سيراليون يعني لا وضع خاص، معاد محدد ونظم عليك عارف. أيوة فندم. ذلك برضو بسبب الحظر وكده، الا ان المواطنين الحقيقه بيتوافدوا على السفاره بشكل. سيادتك فاضل يعني فاضل قد ايه على الحظر؟ احنا كمان ساعه هنقفل، على 8 بنقفل. الساعه 5 وثلث دلوقتي، يعني فاضل حوالي 3 ساعات ونص تقريبا. تمام يا فندم. تمام. احنا يعني تمام، كله تمام الحقيقه، وبنأدي المهام بتاعتنا بكل يسر وبفضل دعمكم. وفي نفس الوقت برضو المواطنين يعني طبعا امبارح كان اول يوم، فالجمعه كان طبعا فيها عمل، وبالاضافه الى الحظر فطبعا كان العدد مش كبير قوي يعني، انما النهارده الحمد لله العدد يعني كان في توافد اكتر شويه، ونتوقع بكره طبعا ان شاء الله يكون في توافد اكتر. وطبعا يعني لو في اي مشكلات واي مستجدات في الوضع اكيد هنتواصل مع حضراتكم ان شاء الله، وان شاء الله خير باذن الله. الشكر الجزيل لحضراتكم يا فندم. احنا متواصلين مع حضراتكم، وعلى فكره احنا الغرض من اللقاء دائما متابعه العمل وتذليل كل المعوقات واطلاع الراي العام على ما بيتم داخل المقرات، ولو في اي معوقات بنذللها دائما. انا بشكر حضراتكم، وبالفعل يعني الشكر موصول من مجلس اداره الهيئه الوطنيه للانتخابات الى كافه الساده السفراء رؤساء اللجان على الجهد المبذول، وتيسيرا برضو بعيد تاني يا فندم، تيسيرا على كافه المواطنين اللي معاه بطاقه الرقم القومي لو منتهيه الصلاحيه له حق التصويت. اي مشكله متعلقه بالبطاقه في عدم قراءتها من التابلت او من على جهاز الحاسب الالي احنا متواصلين مع حضرتك عشان نزللها على طول. بشكر حضراتكم وبطلع الشرين حضرتك. السيد السفير ماهر المهدي دخل يا فندم. اتفضل يا فندم. طلعنا سيادتك في سيادتك في سانتياغو، اخبار سيادتك ايه هناك؟ اخبارنا كويسه ان شاء الله. بشكر حضرتك جدا الساده الزملاء، بشكر حضرتك جدا، بشكر اللجنه العليا على المساعده وعلى المتابعه الفنيه المستمره. الامور عندنا كويسه ومنتظمه، والمشاركه الغالبه ان شاء الله هتبقى بكره وبعد ايام الاجازه. هو بس في نقطه حضرتك يمكن تاكدنا عليها، انه الاعتماد على اصل البطاقه وليس على الصوره خالص. لا، هو الطبيعي يا فندم القانون قال بطاقه الرقم القومي، وبالتالي هو صحه الامر التحقق من الشخصيه يرجع للاصل، لان الغرض من هذا الامر سيادتك تتحقق بشخص سيادتك، ان المواطن ده هو صاحب البطاقه دي، وهذا الامر يرجع لمعاليك في الاول والاخر للتحقق من شخصيه المواطن وفق صحيح القانون. بالتوفيق كله لسيادتك، واحنا مع سيادتك متواصلين وان شاء الله متابع مع حضرتك لو في اي موقف. بشكر حضراتكم جميعا، واحنا كده يعتبر من الساعه 7 تم بالفعل اليوم الثاني، بدايه اليوم الثاني في الخمس لجان اللي ما كانوش لسه فتحوا نظرا للتوقيتات واختلاف التوقيت وكده، وفي جزء ابتدى ينتهى العمل في اليوم الثاني. احنا عندنا غلق 29 مقر وما زال العمل في 108 مقر. بشكر حضراتكم وهطلع حضراتكم اول باول على ما يتم، وبشكر حضراتكم فندم وعلى تواصل دايما ان شاء الله. شكر جزيل لحضراتكم فندم. شكرا فندم. شكرا فندم. شكرا. مع السلامه. مع السلامه.